بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا الدرس، طبعا اللي هو الدرس العاشر. المرجع هو الجديد في الاجتماعيات، طبعا القسم السادس ابتدائي. نعم، العنوان هو المغرب في عهد العلويين، سيدي محمد بن عبد الله، وانفتاح المغرب على المحيط وعلى التعدد. على المحيط وعلى التعدد. نعم، الهدف أتعرف مدينة الصويرة في عهد سيدي محمد بن عبد الله باعتبارها بوابة لانفتاح المغرب، وأستنتج دلالة زيارة جلالة الملك محمد السادس لبيت الذاكرة بالصويرة، وأحلل اتفاقية تجارية مع أوروبا. نعم، إذا هذا هو طبعا السلطان سيدي محمد بن عبد الله. أمهد لتعلمي. عرف المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله انفتاحا على الخارج، وقد برز ذلك من خلال تشييده لمدينة الصويرة وعقد الاتفاقيات التجارية مع بعض دول أوروبا. ما دور مدينة الصويرة في انفتاح المغرب؟ ما دلالة زيارة جلالة الملك لبيت الذاكرة بهذه المدينة في ربط الماضي بالحاضر؟ كيف أحلل طبعا مقتطفات من اتفاقيات تجارية مع أوروبا؟ إذن هذا هو طبعا التمهيد ديال التعلمات. نعم، نمر إلى الأنشطة. عندنا هنا النشاط الأول، أدرس مدينة الصويرة في عهد سيدي محمد بن عبد الله. نعم، نحاول نشوف هذا الخط الزمني، فترة حكم سيدي محمد بن عبد الله. لاحظوا قبل تولية محمد بن عبد الله كانت هنا أزمات ما بعد المولى إسماعيل، إذا كانت هنا أزمات. إذا تولية محمد بن عبد الله كانت سنة 1757، والمرحلة اللي عرفت مرحلة الانفتاح، كانت مهمة هذه الانفتاح على المحيط وعلى طبعا التعدد. ثم بعدها هنا وفاة محمد بن عبد الله اللي هي 1790. إذا فترة الحكم ديالو كانت ما بين 1757 حتى 1700 طبعا، و هنا هاي 690 1790. إذا تم توليته في هذا الوقت في 1757 ووفاته 1790. نعم، هذا الخط الزمني. ثم ما ميز مرحلة الحكم ديالو هي كانت عنده مرحلة الانفتاح طبعا. إذا نجاوب على السؤال الأول، أقرأ الخط الزمني والنصين ولاحظوا، ثم أحدد انقرأت النص لتحقيق الانفتاح. شرع طبعا محمد بن عبد الله في تشييد مدينة الصويرة سنة 1765، وسرعان ما استقطبت أفواج التجار المسلمين واليهود اليهودي والأجانب، وأصبحت بذلك في نهاية القرن 18 من أكبر موانئ المغرب وأبرز حواضره بما اشتملت عليه من جوامع وحمامات ودور للأعيان والملاح. المهم نرجعوا لهنا، أحدد فترة حكم سيدي محمد بن عبد الله، ها الفترة ديالو 1757 حتى 1790. إذا فترة الحكم ديالو كانت 1757 طبعا ميلادية إلى 1790 ميلادية حتى الوفاة ديالو. أستخدم ما ميز مرحلة حكمه. نعم، مرحلة حكمه تميزت ب كانت عندها مرحلة الانفتاح، طبعا الانفتاح طبعا على الخارج، وطبعا المرحلة ديالو مادام أنه كانت عنده هنا أزمات، إذا قام طبعا بتوحيد البلاد. نعم، قام بتوحيد البلاد، إذا توحيد البلاد هي الأولى، ثم كان عندنا مراه الانفتاح، مرحلة الانفتاح على الخارج. نعم، نمشيو لهنا النص قريناه اللي كيقول لنا أنه باش تحقق الانفتاح شرع محمد في تشييد أو إنشاء مدينة الصويرة سنة 1765، وسرعان ما استقطبت أفواج التجار المسلمين واليهود والأجانب، وأصبحت بذلك في نهاية القرن 18 من أكبر الموانئ. إذا كانت مهمة بزاف، من أكبر طبعا الموانئ. وأبرز حواضره بما اشتملت عليه من جوامع وحمامات ودور الأعيان وملاح. ملاح هذا الحي ديال اليهود كيتسمى، صاروا عليه باللقب ديال حي اليهود. نعم، هنا كنلاحظوا واحد هنا دار القنصل الانجليزي، جوج دار تاجر الانجليزي، ثلاثه دار تجاريه هولنديه، وهكذا يعني تعدد دار تجاريه اسبانيه. هنا كيبين تعدد عناصر السكان، دار تجاريه فرنسيه، وسا دار تجاريه الدنماركيه القديمه. نعم، استخرج من النص جوج الاجراء الذي قام به السلطان
طبعا سيدي محمد بن عبد الله لتحقيق طبعا الانفتاح. اذا شنو دار؟ قام بتشييد، اذا نجاوب السؤال انشاء ياك او تشييد، او تشييد نعم انشاء او تشييد نعم مدينة الصويرة، مدينة الصويرة نعم. إذا قام بإنشاء وتشييد أو تشييد مدينة الصويرة نعم. من موراها إذا هذا هو التحقيق طبعا الانفتاح، قام بتشييد مدينة الصويرة سنة 1765. أصف مدينة الصويرة انطلاقا من النص جوج كما عندنا هنا، والرسم طبعا ثلاثة، هذا اللي فيه طبعا الدور ديال القناصلة والتجار نعم. إذا مدينة الصويرة من خلال النص كتبين لنا عندها مدينة الصويرة، الوصف ديالها مدينة الصويرة. أول حاجة تميزت بأكبر الموانئ عندها طبعا في القرن 18، أكبر موانئ في القرن 18 نعم، أكبر الموانئ في القرن طبعا 18 طبعا. وكينا عندنا أصبحت في نهاية ده من أكبر منها، وأبرز حواضره بما اشتملت عليه من ماذا؟ جوامع نعم، كينا مثلا جوامع، حمامات. إذا أنا باش تميزن دور للأعيان، دور للأعيان، ثم كذلك الملاح اللي هو طبعا حي اليهود. استخدم الوثائق ما يدل على انفتاح الصويرة على الخارج، اللي كيدل على انفتاح الصويرة على الخارج طبعا هو نعم انشاء ميناء، ما يدل على انفتاح ديالها هو انشاء ميناء نعم، انشاء ميناء نعم انشاء. اذا قلنا انشاء الميناء يعني استقطاب افواج ديال التجار من النص المسلمين طبعا واليهود والأجانب نعم. ما يدل على انفتاح السكان في مدينة الصويرة في عهد طبعا في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، يعني ما يدل على التعدد هو وجود ماذا؟ وجود دار التاجر الإنجليزي نعم، وجود دار التاجر الإنجليزي، وجود دار التاجر الهولندي نعم، كاين هولندي طبعا هنا سنبحث عنها هنا نعم هولندي، ثم الإسباني الفرنسي إسباني ياك، وعندنا الفرنسي وكذلك الدنماركي نعم الدنماركي نعم. ما يؤكد وجود ساكنة يهودية كبيرة بالمدينة هو في النص عندنا والملاح، يعني الملاح وهو حي يهودي طبعا، وجود طبعا الملاح نعم الملاح اللي هو لقب طبعا، قلنا الملاح لقب يطلق على الحي اليهودي، لقب يطلق على الحي اليهودي، حي اليهودي نعم. هذا طبعا غالبا في المدن العتيقة، تكون في المدن العتيقة. النشاط الثاني، ننتقل للنشاط الثاني، السانت جودالات الزيارة الملكية لبيت الذاكرة ودورها في ربط الماضي بالحاضر. قرأوا هذا، ينص الدستور المغربي بسنة 2011 على أن المكون العبري يعتبر أحد روافد الهوية الوطنية. إذا بالنسبة لنا صورة لمدخل بيت الذاكرة، وفي المقدمة القرآن الكريم كتاب التوراة اليهودي. إذا نعم، ثم هنا صورة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لبيت الذاكرة في 15 يناير 2020 نعم. هنا بيت الذاكرة، شنو هو بيت الذاكرة؟ سنتعرف عليه. إذا بيت الذاكرة وهو فضاء تاريخي ثقافي وروحي لحفظ الذاكرة اليهودية المغربية وتثمينها ثم عندنا هنا النص وثيقة ثلاثة، هذا البيت جزء من الذاكرة والتاريخ، بل هو البوصلة المغربية التي يحتاجها العالم اليوم، عالم لا يهتم كثيرا بهذه القيم المزدهرة في بلدنا تحت قيادة جلالة الملك، يعني التعايش مع مختلف الأديان. ثم عندنا قال لك هنا استخلص من الوثائق تعريفا لبيت الذاكرة،
إذن بيت الذاكرة التعريف ديالها، بيت الذاكرة هو فضاء تاريخي، فضاء تاريخي طبعا هو ثقافي، ثقافي وروحي، نعم ثقافي وروحي لحفظ الذاكرة، لحفظ ماذا؟ الذاكرة، نعم. والذاكرة أي الذاكرة اليهودية المغربية، حفظ الذاكرة اليهودية المغربية وتثمينها، وتثمينها، نعم. هذا بالنسبة للتعريف هذا. الساخص من جدول الجزء الخمس، جدول خمسة، الأشياء التي تجسد الذاكرة اليهودية في المغرب، نعم. ها هو طبعا أمشيو لهذا الجدول هذا، ها هو. إذا نوع الوثائق اللي لقاوها، صور وأشرطة لتاريخ اليهود بالصويرة، نعم. صور ونماذج من العادات والتقاليد، صور ونماذج لحرف تقليدية وفنون. إذا هذه هي طبعا الأشياء اللي لقاوها جسد الذاكرة، هي هذه صور، هذو هما صور وأشرطة لتاريخ، هذو هما لتاريخ اليهود بالصويرة، صور ونماذج من العادات والتقاليد، طبعا صور ونماذج لحرف تقليديه وفنون. يعني هذه الصور ها المكون ديالها، نصوص، صور لاشياء من التراث اليهودي، افلام تاريخيه، صور ونماذج من العادات والتقاليد، الشاي الاحتفالي، الفن الشعري العبري، الطقوس الدينيه ديالهم. ثم صور ونماذج لحرف تقليديه وفنون، الاعمال الذهبيه، الفضيه، الصخريه، خياطه القفطان، تطريز، صنع القفازات، الخمال، الفنون، الادب، والزينات الموسيقيه. لكن بالنسبه للسؤال عن الصخر جوم اللي قالوا قبيله خمس اشياء نذكروا عهده، صور من وثيقه خمس جدول خمسه، صور واشرطه لتاريخ اليهود بالصويرة هذه، ثم صور ونماذج من العادات والتقاليد، صور ونماذج لحرف تقليديه وفنون، نعم. استنتج دلاله الزياره الملكيه لبيت الذاكره، نعم، بالصويره، ما هي الدلاله لزياره الملك الى بيت الذاكره، نعم. اذا فهنا كتعبر على التعايش والتسامح مع الأديان، التعايش والتسامح، التعايش والتسامح مع الأديان، نعم، التعايش والتسامح. غنمشيو دابا للسؤال الموالي من حيث الدين، يعني هنا قالوا لنا استخرج دلالة الزيارة الملكية لبيت الذاكرة بصفة على المستوى الديني، طبعا المستوى الديني. إذا هو التعايش والتسامح مع طبعا بين الأديان، التعايش والتسامح بين الأديان، ثم هي من خلال حضور أمير المؤمنين ورجال اليهود ووجود القرآن الكريم إلى جانب كتاب التوراة اليهودي. الدستور، بالنسبة طبعا الدستور رجعنا لك النص، فهو رافد، رافد بالنسبة للدستور، مين؟ روافد الهوية اليهودية، الهوية الوطنية، باردون، ورافد من روافد الهوية الوطنية، نعم. غنمشيو دابا قلنا هنا القيم التي يعمل المغرب على ترسيخها من خلال بيت الذاكرة بالرجوع إلى الوثائق، رجعنا للوثائق، كنستنتجوا أن إذا القيم اللي كاينة هي قيم التسامح، نعم، قيم التسامح والتعايش مع مختلف الأديان، ما تيكونش العصبية، وطبعا بعضها هي نوريكم. إذا قيم التسامح والتعايش مع مختلف الأديان، نعم. عندنا نشاط ثالث، أحلل نص مقتطفات من اتفاقية تجارية مع فرنسا، نعم. لاحظوا ربط السلطان سيدي محمد بن عبد الله علاقات سلميه مع اوروبا وخاصه في فرنسا للاستفاده من تقدمها. هنا لاحظوا بعد توليه السلطان طبعا هنا كاين عندنا اعاده توحيد البلاد، ثم هنا توحيد البلاد بعد ما كانت هجوم فرنسي طبعا فشل الهجوم الفرنسي على العيش، وهنا سياسه الانفتاح، فتره حكم السلطان سيدي محمد بن عبد الله، هنا اعاده توحيد البلاد ثم سياسه الانفتاح، وهنا وفاه ديالو، نعم. نقراو طبعا هادو هما هاد الشرطين اللي داروا اتفقوا عليهم، نعم. هنا قال لك لرعيتي الدولتين دخول اي مرسى شاءوا من مراسي سيدنا او من مراسي بلد فرنسا. اذا هنا تساوي طبعا الحق الفرنسيين يدخلوا المرسى ديالنا والحق لينا حنا ندخلوا المرسى ديال البلاد الفرنسيس، والخروج منها سالمين، وان يبيعوا، اذا هنا التجاره بيع وشراء ما شاءوا، وللتجار الفرنسيين التصرف في البيع والشراء وفي جميع ايالات سيدنا كغيرهم، نعم. ثم هنا
للسلطان الفرنسيين أن يجعل فرانسيس أن يجعل بإيالة سيدنا، نعم هي إقليم سيدنا، إقليم أو لجهة المملكة نصر الله من القنصوات، ما أراد أن يجعل بإيالة ما يجعل، وأن يتخير موضع لصلاتهم إذا مكان العبادة، ومن استخدمه القنصوات الفرنسيون المذكورون من كاتب وترجمان وسماسير وغيره، فإنه لا يتعرض لمن استخدمه من المغاربة بوجه، ولا يكلفون إلا يؤدون ولا المغرب أي ضرائب، لا يكلفون يعني لا يؤدون للدول المغربية أي ضرائب أو غرامات بشيء من التكاليف. نعم أحدد بالرجوع الخط الزمني طبعا الظروف التي وقعت فيها هذه الاتفاقية. إذا متى وقعت عندنا لجان الخط الزمني تيقولنا متى وقعت الاتفاقية، ها هي اتفاقية مع فرنسا وقعت سنة مع 1767، ثم كيطلبوا منا في عهد أي سلطان، يعني محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله نعم، ثم كيطلبوا أي دولة مع أي دولة، يعني فرنسا. هذه الأسئلة، وكيف كانت علاقة المغرب مع قبلها، لاحظوا هنا هجوم، هذا إذا كانت علاقة طبعا متوترة، كانت فيها الحرب حروب، نعم كانت طبعا فيها الحروب. عرجعوا لهنا الأسئلة الأخرى، نعم هنا قالوا لنا استخرج من مقتطفات معاهدة طبعا الوثيقة جوج الشروط التي التزم بها الدولتان تجاه بعضهما. إذا شنو هي الشروط اللي التزموا بها طبعا بعضهما البعض، هو للحق للطرفين، إذا الشرط الأول هو الحق للطرفين المغرب وفرنسا طبعا الدخول والخروج في المراسي، يعني الدخول إلى المراسي سواء ديال فرنسا ام ديال المغرب، هذه الاولى. ثم يعني كاينه التجاره بيناتهم، هناك بيع وشراء تجاره، نعم، والفرنسيين السماح بانشاء السماح طبعا بانشاء القنصليات، نعم ثم طبعا المعابد، جيد المعابد في الصلاه ديالهم المعابد. إذا الشروط ما يدل على وأوضح ما إذا كانت اتفاقية متكافئة، طبعا كانت غير متكافئة، غير متكافئة في بعض الحوايج بعض الأشياء طبعا، لأنها طبعا قدمت للفرنسيين ماذا؟ امتياز الإعفاء الضرائبي، إذا امتياز الإعفاء الضريبي، امتياز الإعفاء الضريبي، نعم الإعفاء الضريبي ها هي. ثم قال لك هنا ما يدل على التسامح الديني للسلطان، الذي يدل على التسامح الديني طبعا للسلطان هو طبعا إنشاء معابد طبعا للصلاة ديالهم، للصلاة ديال طبعا للصلاة، إنشاء معابد طبعا، وما يشكله طبعا الشرط 11 من خطورة على سيادة الدولة على المواطنين المغاربة، نعم